طيب احنا ان شاء الله عندنا زي ما قلت لكم الفقره الحواريه هي حلقه من حلقات سلسله نجوم دوله التلاوه في مصر. بس بالمناسبه امبارح 20 يناير بتمر الذكرى المئويه على ميلاد قارئ من اعظم قراء مصر وهو الشيخ محمد صديق المنشاوي. قارئ له قدره وله قيمته وله مدرسته وله قدرته على الالهام حتى اليوم، يعني 100 سنه. وانا اتمنى انه يكون هناك يعني احتفاليه بهذا الرجل من مؤسسه زي مثلا من الازهر، من الاوقاف، من دار الافتاء، من وزاره الثقافه على فكره، يبقى في احتفاليه بمئويه الشيخ محمد صديق المنشاوي. انا عايز بس اسمع حضراتكم يعني ولو دقيقتين من بصوته، يعني حتى الناس تبقى طبعا في ناس متيمين بالشيخ المنشاوي بس الناس تبقى عارفاه او متذكره. سمعونا كده يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا فالشيخ محمد صديق المنشاوي. طيب خلينا نلقي مزيد من الضوء على دور هذا القارئ العظيم وعلى أهميته، وخير من يدلنا على ذلك الدكتور القارئ عبد الفتاح الطاروسي. يا مولانا، يا دكتور عبد الفتاح. دكتور محمد، اهلا بيك يا فندم. انا سعيد باستضافه حضرتك وشرف لي ان اتكلم عن هذا العلم الكبير الذي اثر في قلوب الصغار والكبار والمبتدئين وكل الاجيال القادمه التي تأثرت بهذا الصوت الذي يظهر فيه الإخلاص والروحانية. وأنا اسمح لي أقول لحضرتك حاجة عن سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي. اتفضل. حين حدثني أحد الإذاعيين الكبار في إذاعة القرآن الكريم في أحد برامجه وقال ماذا تقول عن سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي، فقلت يكفي أن الله أعطاه بركة العمر. السن الصغير أعطاه الله وحقق فيه ما لم يحققه قارئ في 100 سنة. مهمة جدا. كيف سجل القرآن مرتلا ومجودا وغزا العالم بصوته وترك تراثا يقترف منه الجميع وأثر في قلوب المستمعين في داخل مصر وخارجها؟ هذه بركة العمر يا دكتور محمد. الإنسان ممكن يعيش 100 سنة وما يتركش وراه تراث. صحيح. ولكن حين يعني يعطيه الله تبارك وتعالى هذا المدد وهذا الفضل وعمره وهو توفي عن 49 سنة طبعا، يعني هو دخل إذاعة، يعني نعتبر في 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 مدة 30 سنة استطاع أن يصنع كل هذا المجد وهذه الشهرة العظيمة. ده دليل على أن هذه الأسرة أسرة فيها بركة. وبالمناسبة أدعو الله بالشفاء لسيدنا الشيخ محمود صديق المنشاوي وفي امتداد لسيدنا الشيخ محمد. لكن سيدنا الشيخ محمد ده بالنسبة لي أنا شخصيا، إذا ما أردت أن أتعرف أو أن أؤدي الأداء الذي فيه الروحانية والخشوع، فأكثر واحد عيني عليه سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي. واسمح لي معاليك أن أعظم فترة في إذاعة القرآن الكريم فيها حشد وتآلف حول محطة إذاعة القرآن الكريم أثناء ختمة سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي المرتلة. ده بشهادة أسيادنا من إذاعة القرآن الكريم. طب دكتور طاروسي، لو قلت لحضرتك اللي هو يعني
أكثر ما يميزه بقى كقارئ في فنياته في قراءاته، يعني اللي بيميزه إيه؟ عدم التكلف في أحكامه. عدم التكلف، عدم التكلف رقم واحد. يخرج المسألة ببساطة بسلاسة، ما بيسحمش نفسه، يعني هو مش مضطر انه لازم يسمعني مسافات قد ما يديني جمل تعطي المعاني، وهو ده المهم جدا في قارئ القرآن، انه يوصل مراد ربنا من القرآن. مش مرادي انا كقارئ ان انا اجمع دي واقطع دي واوصل دي، انما لابد ان يكون في معاني ربنا عاوزها انا تصل للقرآن فاوصلها للناس كما ارادها الله تبارك وتعالى. فعدم التكلف رقم واحد. عدم التكلف. احترام النفس. يعني يمكن حتى لما تشوف سيدنا الشيخ محمد صديق منشاوي في بعض التسجيلات المصورة له، لا تجد فيه تعنف في صوته ولا مشقة في على وجهه ولا في معاناة، إنما كأن الصوت ينساب من 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 منه بكل يسر وسهولة. وده مهم جدا. الحاجة الثانية إن تسمع أي موضع تجده يؤدي فيه بطلاقة وبيسر، ما تقولش الصورة دي سهلة، لا أصل الموضع ده صعب، لا بالنسبة له كل القرآن سهل وميسر. وهو ده على القارئ انه يعود نفسه على المواضع الصعبة يقرأ فيها ليصبح القرآن في كل مواضعه سهل وميسر. صحيح، ده سيدنا الشيخ محمد صحيح. وانا كنت حريص النهاردة انه احنا نذكر الناس بمئويته، يعني 100 عام على ميلاده، وانا بتمنى انه يبقى في احتفال يليق يعني ان اذاعة القرآن لا تتأخر ابدا يا لا انا فاهم يا فندم، مش ما يبقاش مقصور، لان انت عارف احنا كل محاولة البرنامج ايه، ان احنا نخرج بالقراء من ان هم في اذاعة القرآن الكريم فقط، او لا انا كنت بدعو ان وزارة الثقافة تعمل احتفاء بالشيخ محمد صديق المنشاوي، وتتعمل دراسات عن صوته وعن تلاوته وعن احكامه وعن مميزاته، لانه ده الحقيقه حاجه مهمه جدا. ولما لا يا دكتور محمد؟ الا ينتج عن ذلك خلق جيل جديد متاثر بهذا القارئ ويمشي على نهجه؟ صحيح، ولازم دوله القراءه اللي حضرتك انت تبنيها. احنا عندنا النهارده الحلقه 26، معانا القارئ شريف السيد خليل، ان شاء الله تكون ليله مباركه بيه ان شاء الله. ربنا دائما يستخدمك في خدمة القرآن وفي محبة أهل القرآن، وتبرز أجمل ما في أهل القرآن من أخلاقيات ومن حسن أداء، لأن هذه رسالة سامية أنا بحييك عليها، وبأسأل ربنا يستخدمك فيها. وأنا بشكرك جدا يا مولانا، والله عشان دائما من عند حضرتك يبزغ نجم قراء جدد في عالم تلاوة القرآن إن شاء الله. بشكرك فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح التاروتي. طيب الشيخ المنشاوي برضو أثره، يعني المغنية الأمريكية اللي هي جينيفر جراوت اللي هي عملت ضجة خلال الفترة اللي فاتت، لما سألوها إنه مين ملهم ليه، قالت لهم الشيخ المنشاوي، وقرأت هي آية الكرسي بطريقة الشيخ المنشاوي. أنا هسيبكم مع المغنية الأمريكية التي أدت آية الكرسي بطريقة الشيخ المنشاوي الله يرحمه، 100 سنة مرت على وفاته. هسيبكم مع هذه القراءة ونطلع فاصل ونعود لحضراتكم بنجم هذه الحلقة من حلقات سلسلة نجوم دولة التلاوة في مصر، القارئ شريف السيد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه حفظ.